صح سكوم تبريكيت ما كتصلح في غير هاد الكيكات اتاي نقسم نتجمعوا انا وياكم نهضروا بحال اللي كاتمشي قهوه. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا الحمد لله هو هذاك كما وعدتكم كل ويكاند كل احد فيديو جديده بموضوع جديد. الاغلبيه فيكم في الفيديو اللي فات استقالوا لي بغيناك تهضرنا على المنصات فين ممكن تستثمروا فلوسنا. مي بيان سور شنو بوتان شيري الله يهديك. اسمحوا لنا على الازعاج هذا. قلت لكم الموضوع ديال اليوم غنهضروا على المنصات فين ممكن تستثمر الاموال ديالك بطريقه امنه. وشخصيا انا هادو هما المنصات اللي كنستعملهم، راني كنت وريتكم في الفيديوهات اللي فاتوا دي سكرين شوت من داكشي اللي مانفيستي فيه انا. علاش هاد القضيه ديال خصك يكون عندك منصات بزاف اللي كتستثمر فيهم؟ هادي خصنا نهضروا عليها اول حاجه، عاد ندوزو الاسماء ديال المنصات. علاش؟ لان مثلا كتلقى شي منصه، كل منصه كتلقاها مختصه في واحد السوق مالي محدد ولا مارشي فينونسي محدد. مثلا ديال الكريبتو موني او الكريبتو كيرنسيز ماشي هما ديال ستوك ماركت الاسهم، او ماشي هما ديال الفوركس، او ماشي هما. تقدر تلقى اصلا منصات اللي جلوبال تيكون عندهم فيهم كلشي، ولكن ما كيقترحوش بزاف ديال لي زانسترومون او بزاف ديال المعطيات او عرض كبير. سي بوغ سا تيخصك تكثر من المنصات او من المحافظ ديالك باش تقدر تانفيستي هنا وهنا وهنا. حاجه اخرى تيقول لك واحد المثل معروف، لا تضع بيضك في سله واحده. يعني ما تانفيستيش كلشي في بلاصه واحده، مثلا غير الفوركس او لا غير ستوك ماركت او لا غير الكريبتو موني ايتترا، لا كتوزع. وانا صراحه هاد الجديده ما جاتني حتى ديغنييرمون، هادي واحد العام تقريبا اكتسبت تجربه كبيره في التداول. عاد باش كنقول الا وقع شي مشكل مثلا انا في الفوركس ومشى نزل المارشي ولا طلع ولا هذا، نقدر نضيع كلشي. واولا الا كنت مثلا مستثمر الفلوس ديالي بزاف ديال المحافظ بزاف ديال الاسواق الماليه، حتى الهبطات هذه تقدر الاخرى تكون طالعه وتكونبونسي ديك الخساره. التداول هو هذا والتريدينغ هو هذا، لو ريسك راه كاين، ممكن غدا بعد غدا يوقع شي مشكل ويمشي لك الفلوس ديالك كاملين. سي بوغ سا لازم تنوع الاستثمار ديالك، ولكن هادشي ما كيجيش في الدقه الاولى، كيجي من بعد دراسات ديال السوق، من بعد تجربه كتكتسبها، من بعد ملي كتجمع واحد راس المال شويه كبير. يعني ما يمكنلكش تبدا مثلا في الاول 100 دولار تقول انا مثلا نحط 20 هنا في الاسهم ولا 20 في الكريبتو موني، لا خصك تكون واحد الكابيتال كوميم محترم اللي غدير فيه هادشي. قلت لك المنصات ما تيكونش كل وحده والامتيازات ديالها. مثلا نعطيك مثال ديال باينانس ولا ديال بيتريكس ولا كوين بيز ولا كوين ماما، هادو معروفين في السوق ديال الكريبتو كورنسي ديال الكريبتو موني، العملات ما عرفتش ولا بالعربيه، العملات الوهميه ولا الرقميه. هادو مختصين فيهم، كتلقى العرض اللي كيحطو ديفيز اللي كيحطو كاينين كثار، ما غتلقاهمش في دي بروكر لي جلوبال لي كيديروا كيشطوا مارشي جينيرال شويه من كلشي. هادو تيحطو لك تادي كريبتو موني اللي فريمون ما الناس معنا بهم، يلاه دخلوا يلاه بداو اتسيتيرا. كاين واحد اخرين تيكونوا مثلا شويه جينيرال كيف ما قلت لكم، كتلقى عندهم الاسهم المؤشرات الكريبتو موني المعادن، ولكن كتلقى شويه من كل شيء. يعني ما كتلقاوش مختصين بحاجه واحده. ولا كنتي مثلا بحالي كنتي باغي تكثر زعما المحفظه ديالك تكون كبيره وتكون مستمر بزاف ديال البلايص، خاصك الصراحه تختار منصه او ان بروكر اللي يكون مختص في داك الاستثمار اللي باغي دير. مثلا باغي كريبتو موني، سير اخويا ديك المنصه اللي كدير غير كريبتو موني. باغي ستوك ماركت، سير اخويا ديك المنصه غير فيها غير ستوك ماركت، وانت غادي الى اخره. نتمنى نكون وصل لكم الفكره، سهله ما فيها ماشي شي حاجه معقده، هادشي اللي كاين. دابا سيدي ندوزو ولا لا ندوزو المنصات. كيف ديما كاين سبونسور بور لا فيديو اللي كتشوفوها دابا اللي هو اوتو كوبي ولا تشاب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت بالنسبه للتداول، ما سوا تيقرا سوا خدام عنده عائله ايتترا عنده مشاكل، اولا ما كيفهمش الدومين وباغي شي واحد يتكلف له بكل شيء، هاد لو جروب هذا تيعاونوا الناس وكيديروا شي غراتويتمون، كيعاونوا باش تحل الكونت ديالك في التداول. وداكشي اللي كيديروه في الكونت ديالهم كتكوبي اوتوماتيكمون في الكونت ديالك، دونك انت ما كدير حتى شي حاجه، كتبقى داكشي تشوف خدام وكتاخذ الارباح ديالك شهريا اولا كل سيمانه اللي بغيتي. كنخليكم لو جروب تيليجرام ديالهم لتحت كيف ديما، لو كونتاكت ديال الادمين ديالهم سولوه الا كان عندكم شي تساؤل ولا هذا، غادي يفسر لكم كلشي. قبل ما ندوزو المنصات ما نكرهكمش، فوالا تشجيع راه التفاعل شويه ماشي حتى لهاد الايام، لايك وبارطاج وكومونتير هادشي اللي تيخليني نكمل لكم في الفيديو. راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى اللي كتشجعني باش ندير لي فيديو كل ويكاند، دونك شويه تشجيع من عندكم هادشي اللي كاين. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو للكاميرا. حاجه اخرى خليو لي في لي كومونتير، بغيت نعرف شنو هما المنصات اللي نتوما كتستعملوهم. مثلا نعطيكم ثلاث الحوايج، منصات في الاسهم الامريكيه او الاسهم اون جينيرال، منصه في الكريبتو موني كريبتو كورنسيز، ومنصه في الفوركس. الوغ شنو هما لي بروكر ولا المنصات اللي كتستعملو نتوما؟ خليو لي في لي كومونتير باش نعرف. الوغ دابا المنصه الاولى اللي غنبدا بها انا شخصيا كان انفيستي في باينانس. باينانس كنت ديجا دويت عليها، الطريقه الخدمه ديالها شويه في شي شكل
ما معقداش، ولكن بالنسبه للانسان يلاه غادي يبدا، ولا كان مولف اي طورو ولا ام تيكر غادي يجي شويه في شكل. ولكن صراحه داكشي بروفيسيونيل عندهم خاصك غير الوقت والخاطر باش تتعلم لها. من بعد اذا كانت لا دوموند ممكن ندير فيديو خاصه باينانس، نقدر نديرها في الفيديو في القناه الجديده اللي كنت قلت لكم غتلقاوها في الديسكريبشن، غندير فيها غير شي تكنيك ديال التريدينغ. دونك خليو ليا واش باغين ولا لا في الكومونتير وديك الساعة نشوف. الحاجة أخرى اللي زوينة غادي نتأكد منها، الدراري من المغرب دي كونت فيها، دونك حيت كاين شي عام واحد يقول لي حقا راه المغرب ما تيخليهمش هذا، لا الدراري مغاربة عايشين في المغرب كارت بونكيغ ماروكان خدامين بها ما كاينش شي مشكل. ممكن تخدموا حتى بايونير، كان قال لي واحد الدري خدام بايونير. لي زافونتاج ديال باينانس كيقلت لكم كاين بزاف ديال كريبتو كورنسيز فريمون بزاف ما يمكنلكش تحسبهم. الكوميسيون ديالهم فريمون طايحين بزاف، سبرينت هما عاليش، يعني ممكن كاع دير تريدينغ تداول، تدخل مثلا في هكا في صفقات ديال السكالبينغ ديال انتراداي هكا تانفيستي غير زعما تريدي غير في نهار في ساعات كتخرج ممكن تربح مزيانه الصراحه. حتى المعطيات اللي كيعطيك باش كيعاونوك تاناليزي زوينين بزاف، كاين كارنيدوت تيقول لك شحال واحد دخل كيبيع شحال واحد تيقول لك دخل تشري اتسيتيرا. حاجه اخرى زوينه بزاف اكتشفتها ديرنيغ مو، كاين واحد الجروب تيليجرام كيدير هادشي ديال بامب سينيلز، يعني هما مجموعه تقريبا شي 150 الف واحد في الجروب، وتيقول لك مثلا نهار فلان فلاني نهار الاحد مع الساعه فلان فلانيه غادي نتجمعوا كاملين وغادي نشريو هاد العمله هادي العمله الرقميه هادي. وعرفتي داكشي كيفاش كيدير تبارك الله تيطلع حتى للفوق وتيهبط، يعني ممكن دير 100% 80% من الانفستيسمون ديالك فواحد الطرف ديال دقيقه جوج دقائق. خاصك تكون فريمون سريع. الا كنتو مهتمين بهذا الموضوع هذا نخلي لكم السميه ديالهم في شي فيديو ماجي لي كومونتير، عاود ما كاين غير لي كومونتير. هذه بالنسبه للكريبتو موني كنظن بانها صراحه احسن حاجه ممكن تبداو فيها. المهم باينانس راه غتلقاو ليا لتحت ولا قلبوا عليها في جوجل، هذه المنصه الاولى. بالنسبه للمنصه الثانيه اللي كنخدم بها عندك ايتورو، غتقول لي امير علاش ايتورو كنت هضرتي على شحال هادي قلتي ما مزياناش ايتترا، رغم ما قلتش ما مزياناش في كل شيء، ولكن الصراحه عندهم هاد لو سيرفيس في هاد لو مارشي فينونسي مهم بزاف واعر ما غتلقاه حتى شي بروكر اخر. هذه كنفيتي فيها في ستوك ماركت في لي زاكسيون في الاسهم. علاش؟ لان ما كاينش الكوميسيون، ما تيحسبلكش الكوميسيون ديالو، كتشري الثمن ديال السهم كيف ما هو في السوق، ما كاين لا زياده لا نقصان حتى شي حاجه، لا سواب لا والو، فريمون ما كيحسبوك حتى شي حاجه، الاقتطاعات ما كاينينش. هما الصراحه لي زوتر مارشي مثلا كريبتو كورنسيز وفي الفوركس وكذا عندهم لي كوميسيون سبريد داكشي طالع بزاف، راه لا ما كداكشي ما كيتصورش. ويعني في لي زاكسيون ان تري بون سيرفيس، انا بيرسونيلمون انفيستي فيه، مخلي داكشي لون تيرم، الا كنتي غتستمر لون تيرم مخير مزيان صراحه. حتى بالنسبه للمبتدئين المنصه زوينه دغيا تفهمها، داكشي خدامين عليه التسويق ديالهم داكشي مزيان صراحه. هذه المنصه الثانيه. بالنسبه نبقاو نيت في سوق الاسهم، عندك منصه اخرى ولاني هذه بالنسبه للناس اللي عايشين في اوروبا كاينه لا بانك ريفولوت، غنخليكم ليا حتى هي ديالها في صندوق الوصف. بحال البنكه كيكون عندك مثلا فيها كونت بونكير ديالك ولا كارت بونكير وداكشي كامل، في الداخل ديالها تعطيك مثلا اسهم، بزاف ديال الاسهم صراحه تانفيستي فيهم، لي كوميسيون ديالهم فريمون طايحين بزاف، وكيعطيك شي 3 صفقات في النهار فابور، الا في الجمعه كتخلص عليهم شي حاجه فريمون زوينين. انا صراحه مانفيستي فيها، ملي كندير فيها ماشي داكشي لون تيرم، مي ولا كنتداول فيها كيف ما شرحت لكم في الفيديو اللي فات باش تعرفوا شنو هو الفرق بين التريدينغ والاستثمار. حاولوا تشوفوا الفيديو اللي فات نخليكم هنا ولا هنا باش تفهموا مزيان. هذيك تخليها غير التريدينغ صراحه في لي زاكسيون مخيره، راهي مخيره وما عندكش ما كتخافش. حاجه اخرى بالنسبه لايتورو ريفولوت، هذه باش تفهموها كتخدم بان افي دو لوفي ديال واحد واحد، يعني كتشري القيمه اكزاكت ديال ديك لاكسيون، يعني واخا مثلا تهبط لزيرو كتبقى عندك لاكسيون ديالك، عندك ما كتخسرش فيها، ما كاينش داكشي ديال المارجين كول ولا هذا بحال الشكل ديال ام تي 4، ما حيت ما كاينش لي فيد لوفي. هذا صراحه بوين اسونسييل وزوين بزاف هاد جوج منصات ايتورو وريفولوت. وخلاص ريفولوت كما قلت لكم عندكم كارت بونكير ممكن تخلصوا بها سميتو ديروا بها اللي بغيتو فيرمون اللي كان، هادي مزيانه الصراحه. رغم المنصه دابا الرابعه بروكر ديالي اللي كنخدم به تقريبا في كلشي، وهذا كنخدم فيه الاكثريه فوركس و لي زاكسيون، مي كما قلت لكم دو تريدينغ تداول ماشي استثمار، يعني كندخل الصفقه اليوم كتبن بعد ربع ساعه ولا ساعه ولا ماكسيموم سيمانه، يعني تداول داكشي متداول به تي او ماركت. دونك غنخلي لكم تولي نديرو تما. انا شخصيا كنخدم في ام تي 5 لابليكاسيون ام تي 5، ولي فيت لوفي كندير 100 لي كوميسيون ديالو صراحه مزيانين، لي سبري ديالو تما مزيانين. عندهم صراحه تقريبا عرض بزاف د الحوايج في الماركت ديال الفوركس، لي زاكسيون، المعادن، كلشي كريبتو موني تاعو شويه كلشي كاين عندهم. بارمي لي ميور بروكر اللي خدمت معاهم وكنصحكم به الا كنتو باغيين تبداو لو تريدينغ. دونك هادو هما المنصات اللي كنخدم بهم انا شخصيا، نتمنى تكونوا استفدتوا، عجبتكم لا فيديو ما تنساوش خليو لي اقتراحات ديال الفيديوهات الماجيين في لي كومونتير باش نعرف شنو باغيين نهضر. المهم بصراحه انا عندي بزاف ديال الفيديو مازال ما غيجيو هما كاملين
دي حسيتها او ما كامل حطهم هنايا اي كان سالي على كان الحيد او كان لوحه. يعني نتوما لا تكون شي اقتراحات اخرين مرحبا بكم، خليوني في لي كومونتير وندرسهم ندير لهم دي ريشيرش وندير لكم دي فيديو عليهم. ما كاينش المشكل، علاش لا. نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، لا ما نقول لكم لايك وداكشي كامل راكم عارفينه باش تشجعوني. ما تنساوش تتابعوني في انستغرام. حقا راني درت تيك توك، انا وليت كندير تيك توك ونخلي لكم هنايا، وليت كندير داك اللعيبات ديالهم عنده علاقه مع شي ديال الاستثمار والتداول والاي كوميرس، المهم الخدمه في الويب. لا عجبكم ما تنساوش تدخلوا تابوناو فيه. هادشي اللي كاين، نشوفكم في فيديو بروشين ان شاء الله. تشاو.